لعبة اليوم من أقوى ألعاب الألغاز بالعالم. مئات الألغاز، قتالات لا نهائية، وعالم واسع للاستكشاف. فهل يمكننا تختيمها في رمضان؟ سوف نكتشف مع بعضنا في هذه السلسلة الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيمن في فيديو جديد اليوم ومن اللعبة الجديدة سوبر لاند. واليوم سوف نبدأ بسم الله عطونا هذه الواجهة. لقد أخفضت الجودة إلى الحد الذي يمكنكم مشاهدة فيه. يا شباب، هذه البداية، الكثير من الأشياء في الخريطة. هذا الشاب يقوم بوضع الأجسام الحمراء، الناس الحمر، وهناك مشكلة في القرية. وكما ترى الشباب، لقد استيقظنا في هذا المنزل. شخصيتنا، هذه الأشياء كما ترى، نخرج وأنا الملك والملكة. قال لنا أن ندخل إلى هذا الأنبوب لكي نجد حل للمشكلة. ثم جيت الشباب هذا، أعطانا السيف. دينا ذي، كسرنا لوح. هذه شباب المال، لا ننسى شباب المال، وهو أهم شيء في اللعبة. كأعداء كطاشها جمجم. كشف الانبطاح كما ترون، أو لدينا النار، يجب علينا إطفاء النار. ما كان ثاني الشباب، يمكننا شو حمل أشياء وضعها هنا، وسوف نمر مع هذه جلنا. كان ثاني الشباب، لقد وجدنا أن السكان الزرق هم من يقومون بقطع الماء علينا. وبعد العودة الآن شباب سوف نذهب مع الملكة إلى القرية الزرقاء لكي نقوم بالشكوى. لدينا الكثير من الأشياء يجب في الحلقة الأولى. شباب سوف نكتشف القرية وما فيها. ليش هنا كانت عن السيدة؟ أعتذر يا شباب على الفريمات الناقصة، لأن لا يوجد حل، هذا هو الحل الوحيد. شوفوا ذي، هذه شباب الصندوق. هذا الشباب لدينا على ما اعتقد 6 صناديق. فائدة الصناديق يا شباب،
سوف نريكم ما هي فائدتها. كما ترى شباب، هذا هو المتجر، متجر القوى وهكذا. كما ترى شباب، مكتوب هنا 6 طبقة، 6 صناديق، وكل صندوق سوف يعطينا قوة أخرى نشتريها. نشتري هذه شيء ضرورية جدا. أسرع، هذا لدينا أيضا. سوف نجمع المال. لدينا شاب كما ترون، هو هذا فقط لغز كما ترون. هنا الشباب كما ترون لدينا كريستالة بيضاء، وهنا فارغة، يعني لكي نفتح الباب يجب علينا أن نضع كريستالة بيضاء هنا. من أين سوف نحضرها؟ إذا لاحظتم سوف تجدون هذه، ويمكننا حملها. وفي الوراء توجد هذه الخاصة بالصباغة، وهنا هذه شب آلة خاصة بالصباغة. أضغط وكما ترون يا شباب مكان سري. نأخذ الذهب ثم نشتري أسرع. وأتيني الشباب هنا، أسرع 2 لها فائدة كبيرة. أوكي شباب، القفز يا شباب كذلك مهم. لنذهب إلى القرية الزرقاء. دي شباب الساحر قال لنا أحضر قوة المكعب البنفسجي، وذلك المكعب أيضا مهم، ولدينا العديد من الأشرار. كسر كسر، دم دم، والعديد من المال. لقد رسبنا. لدينا أول لغز علينا حله، وهو المرور. يجب أن نمر من هذا الباب، لذا سوف نكتشف المنطقة. نكتشف المال، مال كثير جدا. نطلع هنا. لم أستطع. 1 2، ولقد استطعنا قفز. ونلك المال هنا. قلنا يا شباب لكي نمر إلى الجهة الأخرى نحتاج إلى شراء دبل جامب. لدينا الكثير من المال، وواحدة هنا. لدينا شوف صندوق، ولكن تظهر لا أستطيع. لا يا شباب، أنا أستطيع، يمكنني الإسراع. 2000 years later. لقد امتلكته. جيد جيد، وذلك يا شباب بدون المكعب البنفسجي وتلك القوى الخارقة. يا شيف دوكوزون، لدينا الخاصة بالمال لكي نحصل على مال كثير. يعطي الخاصة 36، والكثير من المال. هذه يا شباب،
كما رأيت شاف في الإعلان، لقد قام اللعب بتكسر هذه، احتاج فقط إلى قفز. ويا جيد. المال، طبعا نفتح الباب. سوف نحاول على قدر المستطاع حل أغلب الألغاز هنا، طبعا لقد قال هنالك برميل هنا. شبه الحلقة الأولى 3 براميل، جيد. أهو هذا الذي نعيد، لا شيء، فقط نضع البرميل هنا. كان رأيت شاف في الإعلان أيضا، طيب. ثم نذهب من هنا. واو البرميل، أخي شاف 3 براميل في الحلقة الأولى، يعجز الكثير عنها. نضع هنا 3. واو الكيوب، والذي فيه فائدة كبيرة جدا. أعطانا هنا. أوه لا 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 لا، أربع 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 أربع. هل يمكننا الدخول؟ نعم القذائف. لكم في علمكم من شو هنا مكان لاستعادة الدم هنا. هذه شباب نحتاجها أن تكون مبلولة، يعني مبلولة فقط. ما تقل، أوه لا لا لا، موت ضربتين ونموت. ممكن نقفز من هنا، نأخذ شبه الإسفنج ونبلله. إذا شبه أصبح أبيض، ثم ماذا نفعل؟ ثم نرتفع ونضعه هنا، وأعتقد نطرق على الشجرة، لا أعلم لماذا، أعتقد لكي يصبح ماء لون الماء أخضر. كاطرين يا شباب، هذا شبه الماء الأخضر، كاطرين عشان نشربه. لقد أضافوا لنا الدم والكثير من الدم. وعشوا الذين ألغاز كثيرة جدا، تقريبا أكثر من 200 لغز أو أكثر. نشوف سوف نستعمل هذه. قطعنا هذه، هذا هو الاستعمال الخاص بي. سبعة الذهب هناك أيضا كاترون هنا. قالوا لنا يا شباب يمكننا الضغط على زر خاص برسبانة المكعب البنفسجي للإضاءة. قطعنا يا شباب، سوف نضع هنا. ما لدينا شاف صندوق والمال، جيد جدا. ولقد اختفى. ثم لدينا، لقد أتوا. ها واحدة، موت موت. عجينا الشباب هذه واضحة جدا ماذا تعني. برميل، جيد جدا.
بالميل الرابع في الحلقة الأولى، والتقطناه. لقد عفست على الصبار، الصبار يعمل دمج. ماذا لدينا؟ ما هذه الهلف؟ أحتاج الشباب ذي لكي نكمل العملية. وين وين وين؟ ماذا لدينا أيضا؟ لدينا هذا في الفوق، نعلم إذا أقدر على الذهاب إليه ولا لا. نشوف، تحتاج دوبل جامب، لذا مستحيل أن نقفز. لدينا هنا، أعتقد أن هنالك شيء مخفي هنا، لا أعلم. جيد، هنالك شيء مخفي على ما أعتقد. و استطعنا فتح الباب. وقبل أن نكمل، لقد رأيته، لقد رأيته يا شباب، صندوق. علي الارتفاع مرة أخرى. وين؟ هنا هنا هنا. الدمج، الدمج سيف، صور الدمج. وكانت هنا الجهة الأخرى، ولكن انتظروا لحظات خفيفة جدا، سوف أجرب القفز من هنا باستعمال الكيوب. بسم الله. لا، لم أقدم للأسف. ماذا لدينا أيضا؟ لدي شيء هنا، نفس الشيء. هرب 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 هرب، دم دم لا يكفي. رجعنا نشب إلى قرية، ولكن قبل أن نكمل يجب أن أرى آراءكم في التعليقات. لا تقيم الجودة، يعني الجودة والاف بي اس، لانها منخفضة للاسف. يمكنني رفعها للاسف، هذا الجهاز جدا جدا بطيء. وكذلك شوفوا يا شباب، انتظر مثلا، هذه مكتوبة هنا ثلاث ثواني، يفتح هذا الباب 3 ثواني ويغلق. ولقد قدرت ادخل. انمي هيلث، يعني يمكنني ان ارى دم الاعداء. جيد، الشيء هنا. ماذا لدينا ايضا؟ لدينا هذه، ولدينا يا شيخ الغاز كثير، لا تعد ولا تحصى. الشيء هنا مثلا، هذه لا تظهر. هناك شيء هنا، نعم. جيد، الهيلث يا شباب أصبح 40. جيد، ولدي شباب ذي تحتاج إلى 80 نجمة، وسوف تعرفون ما هي النجوم. أشوف الوقا، الذبان، والكثير من الأشياء. لقد قضينا عليه. ما زال. جيد، إذا تريدني شباب أن
نمر إلى الجهة الثانية كما ترون، هي وكثير من الألغاز أخرى. وهنا نكتشف ألغاز لم نقم بحلها هنا، تحتاج إلى المرور هناك وجمع المال والحصول على القدرات وإتمام جميع الألغاز في اللعبة، وذلك الشباب لكي نحل مشكلة القرية الحمراء وهي انقطاع الماء. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، وكان معكم إيمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.